الدولة بتعمل على تطوير منظومة العمل في المحاكم علشان سرعة إنجاز الدعاوى القضائية سواء في المحاكم الجنائية أو المدنية الاقتصادية والمحاكم الأسرة، وأيضا تحقيق العدالة الناجزة. ده غير إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، ودي بتعتبر خطوة مهمة لتطوير المحاكم وإدخال الرقمنة والتقنيات الحديثة في مجال التقاضي. تعمل الدولة المصرية على تطوير منظومة العمل في المحاكم، وتضع محور العدالة وسرعة إنجاز الدعاوى القضائية على رأس أولوياتها، سواء في المحاكم الجنائية أو المدنية أو الاقتصادية ومحاكم الأسرة. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً بسرعة إنجاز القضايا المتأخرة في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، وكلف وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الحالي. ووضعت وزارة العدل خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقاً مع رؤية هادفة لتحقيق العدالة الناجزة وتحسين الخدمات المقدمة بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة الوزارة لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم تطوير مرفق القضاء على عدة محاور، وشملت المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لسهولة الحصول على المعلومة وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن تطوير بناء القدرات الشخصية للعاملين في السلك القضائي. وعملت الدولة في السنوات الماضية على تلبية مطالب توسيع دوائر المحاكم وتقليل أعداد القضايا بالشكل الذي يمكن أصحاب الحق من الحصول على الأحكام بالشكل الذي يحقق العدالة، والمثال على ذلك إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، وهو خطوة هامة نحو هذا التطوير مع الاتجاه إلى تطوير المحاكم وإدخال الرقمنة والتقنيات الحديثة في الاطلاع وتقديم المذكرات.